أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبي الله جل جلاله لدنياي، حسبي الله جل شأنه لما أهمني، حسبي الله الحكيم القوي لمن بغى علي، حسبي الله الشديد لمن كادني بسوء، حسبي الله الرحيم عند الموت، حسبي الله الرؤوف عند المسألة في القبر، حسبي الله الكريم عند الحساب، حسبي الله اللطيف عند الميزان، حسبي الله القدير عند الصراط، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله ذي الشأن عظيم البرهان شديد السلطان، كل يوم هو في شأن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أستغفرك لما تبت إليك منه ثم عدت فيه، وأستغفرك لما وعدتك من نفسي ثم أخلفتك فيه، وأستغفرك لما أردت به وجهك فخالطني به ما ليس لك، وأستغفرك للنعم التي أنعمت بها علي فتقويت بها على معاصيك،
واستغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم وعالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم. لكل ذنب اذنبته ولكل معصيه ارتكبتها ولكل ذنب احاط به علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واغفر لي ما لا يسعه إلا مغفرتك ولا يمحقه إلا عفوك ولا يكفره إلا تجاوزك وفضلك. وهب لي في يومي هذا وليلتي هذه وساعتي هذه وشهري هذا وسنتي هذه يقينا صادقا يهون علي مصائب الدنيا والآخرة وأحزانهما ويشوقني إليك ويرغبني فيما عندك. واكتب لي عندك المغفرة وبلغني الكرامة من عندك وأوزعني شكر ما أنعمت به علي، فإنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد الرفيع البديع المبدئ المعيد المبدئ المعيد السميع العليم الذي ليس لأمرك مدفع ولا عن قضائك ممتنع. وأشهد أنك ربي ورب كل شيء، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة العلي الكبير المتعال. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك من شر كل ما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وأسألك أمنا وأعوذ بك من جور كل جائر ومكر كل ماكر وظلم كل ظالم وسحر كل ساحر وبغي كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم اجمع جميع أذكار الذاكرين وجميع صلوات المصلين، واجعلني جميع الأذكار ذكري وجميع الصلوات صلاتي على سيدنا محمد شفيع المذنبين وعلى آله الأبحر الكاملين عدد ما في علمك يا رب. اللهم اجمع جميع أذكار الذاكرين وجميع صلوات المصلين، واجعل لي جميع الأذكار ذكري وجميع الصلوات صلاتي على سيدنا محمد شفيع المذنبين وعلى آله الأبحر الكاملين عدد ما في علمك يا رب. اللهم اجمع جميع أذكار الذاكرين وجميع صلوات المصلين، واجعل لي جميع الأذكار ذكري وجميع الصلوات صلاتي على سيدنا محمد شفيع المذنبين وعلى آله الأبحر الكاملين عدد ما في علمك يا رب. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على قدر عظمتك ومبلغ علمك ومنتهى رضاك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لكرم وجهك وعز جلالك. اللهم لك الحمد على نعمتك وجزيل عطائك. اللهم لك الحمد على مداومة إحسانك وحسن عبادتك. أسألك بالقرآن العظيم وبنور وجهك الكريم الذي أشرقت به سماؤك وأرضك، وأسألك باسمك الذي تنزل به المطر والرحمة على من تشاء من عبادك، يا الله يا الله يا الله، إنك على كل شيء قدير.
اللهم إني أسألك أن ترزقني رؤية وجه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى حالته التي كان عليها في دار الدنيا، إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وكرم ومجد وعظم على خير الخلق سيدنا محمد مفتاح العطاياه ونور الإجابة بسر عزك القديم صلاة وسلاما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلاة الفاتحة.